سي مجتهد، سي مجتهد، اسمح لي انا استفزيتك بما فيه الكفايه، وكان عندي الغرض نخرج لواحد الخلاصه، والخلاصه هي عباره عن توصيه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم. الله يجزيهم بخير، انا كنت عارف هذه الوضعيه، وعارف بان عمته عنده العقد مع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وعارف بان مع الوداد الرياضي، وعارف التفاصيل ديال العقد ديال عمته مع الوداد الرياضي، ولكن باغي عندي واحد التوصيه للجامعه ما فيها بس دير واحد الخليه ديال محاربه الاميه والجهل لاعضاء المكتب الجامعي، لبعض اعضاء المكتب الجامعي. هذا واحد التوصيه من هذا النقاش.